ثم كان من هذه الوصايا الوصية بالصلاة، أن يأتي الإنسان بفرائضها وأن يأتي بسننها وآدابها. كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. والصلاة تعين على بقية العبادات، ولذا ذكرها أولا فقال: يا بني أقم الصلاة، ثم قال له: وأمر بالمعروف، أي بالطاعة، وانهى عن المنكر، ما رأيت من منكر فانهى عنه بيدك، إن كانت لك السلطة أو كانت في سلطانك من رئيس أو وزير أو والد في بيت كانت له سلطة فيغير المنكر بيده، وإن لم تكن له سلطة فيغير بلسانه ما استطاع، وإن لم يستطع ذلك فينكر بقلبه، ولا حرج عليه إن شاء الله. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذا أمرت إنسان بمعروف أو نهيته عن منكر، لابد أن تجد في المقابل من الاستهزاء ومن الأذية، فقال له: واصبر على ما أصابك. وهذا من حسن التعامل لمن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، إن ذلك من عزم الأمور. الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور. وقيل: الصبر على أذية الناس بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس. قال العلماء: والصعر داء يصيب الإبل في أعناقها وفي رؤوسها، فتعرض أو فتلتوي رؤوسها عن أعناقها. وهكذا الإنسان المتكبر إذا تكلم مع الناس كلمهم بجانبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع أحد أقبل إليه بجميع جسده ثم يخاطبه عليه الصلاة والسلام. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه الآيات عباد الله تصبح منهجا نربي عليها أبناءنا ونربي عليها أجيالنا، ونبسط هذه الآيات حتى يفهمها هذا الجيل، فيتشبع من قيم الإسلام ومن قيم التوحيد والمراقبة لله سبحانه وتعالى، فيخرج جيلا صالحا في نفسه مصلحا لغيره، وأن يكون جيلا قدوة يفعل الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا ويسرتها وعندنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم وسخر لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا الرخاء، اللهم وابسط الأمن في بلادنا يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاقنا يا أرحم الراحمين، اللهم وسع أرزاقنا يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل علينا رحمتك يا رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.